يكسب سيد محمد رزقه كموسيقي محترف يعزف على آلة جاباني الوترية التقليدية في آسيا الوسطى، ولا يزال يذكر جيدا تلك الأمسية قبل عقدين عندما اقتحم الطالبان منزلا كان هو وأصدقاؤه يعزفون فيه ويغنون. عادت أنشطة ترفيهية كثيرة للظهور في أفغانستان خلال السنوات الماضية بعدما ظلت محظورة حتى انتهاء حكم طالبان قبل عقدين، لكن المخاوف تتزايد من إمكان حظرها مجددا في حال عودة الحركة الإسلامية المتشددة إلى السلطة. في متجر صغير بالعاصمة الأفغانية كابول، تحول خبيرة التجميل فريدة شابة أفغانية خجولة إلى عروس مشرقة، وعلى الرغم من شعبيته يواجه صالون التجميل مستقبلا غامضا على غرار مئات المواقع المشابهة في جميع أنحاء البلاد. ما میتونیم که آزادانه قد زنا بیشینیم کار کنیم و آرایش کنیم بیرون برایم و هر جایی که مطب میخواستیم بریم آزادانه رفته میتونیم، اما آل فلان اک طالبا بیاین ما نمیتونیم، چون او آزادی که داشتیم طالبا بیاین نمیداشته باشیم. یوم بدأت منیجه تلاش اداء رقصات بریک دانس عرفت انها ستصبح هدفا لإسلامي طالبان، وتالاش هي الفتاة الوحيدة بين مجموعة فتيان ينتمون بمعظمهم إلى أقلية الهزارة ويمارسون الرقص في كابول عادة في الخفاء. اگر مثل گذشته شوه که دوباره دخترها داخل قفس بفتن، هدفهایشون کلشون زیر پای شوه و آرزو و رویاهایشون در نظر گرفته نشه، فکر میکنم زندگی دیگه هیچ معنی نمیده. على ضفة نهر في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان، يجتمع محمد سليم وأصدقاؤه كل مساء لتدخين الشيشة التي كانت تحرمها طالبان بحجة أنها من المسكرات. حقق المتمردون مكاسب عسكرية وإقليمية كبيرة منذ أن بدأت القوات الأمريكية انسحابها النهائي في أيار مايو، ويقول قادتهم إنهم يريدون إعادة تحويل أفغانستان إلى إمارة إسلامية تحت حكم الشريعة.